بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بإحسان، وعلينا وعلى مشايخنا وذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. رب تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله الله. ثم باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك كان الباب باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد فرغنا منه، فهذا باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاتم كذلك خاتم، كلاهما أصحيح. مر فيه فتح التاء وكسرها، ويقال فيه خيتام خاتام خيتوم، هكذا لغات مختلفة. نعم. ثم هنا في بعض النسخ يوجد زيادة ذكر، في النسخة التي قرأتها هكذا باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا زيادة ذكر بخلاف سائر الأبواب في هذا الكتاب، ليس في شيء من الأبواب هكذا ذكر. إذن ذكر ابن حجر الهيثمي رحمه الله في شرحه، وفي نسخة زيادة بين في ومجرورها، زيادة ذكر بين في ومجرورها، ولعلها تحريفة تحريف من ناسخ، إذ تراجم الكتاب قاضية بحذفها، لأنه لم يوجد لها بها نظير ولا حكمة في تميز هذا الباب بها على بقية الأبواب. هكذا ذكر ابن حجر رحمه الله. لكن ذكر إبراهيم الباجوري في شرحه، وإنما زاد لفظ ذكر هنا دون بقية التراجم ليكون علامة مميزة بين خاتم النبوة وخاتم النبي، ليعلم مريد سلوك الكتاب أن ما زيد به لفظ ذكر هو خاتم النبي الذي يختم به، وما خلا عنه هو خاتم النبوة. وإن كان التمييز يحصل أيضا بالإضافة،
فحيث قيل خاتم النبوة فالمراد البضعة الناشزة بين كتفيه، وحيث قيل خاتم النبي وخاتم النبي فالمراد به الطابع الذي كان يختم به الكتب. نعم هكذا هو قال حكمة لا بس. نعم ثم قال ابن العربي رحمه الله والخاتم عادة في الأمم مالية وسنة في الإسلام قائمة. إذن هذا الخاتم ليس يعني محدثا في الإسلام، بل هذا الخاتم عادة مالية في الأمم، عادة في الأمم مالية. ثم وسنة في الإسلام قائمة، سنة قائمة في الإسلام. نعم قال ابن جماعة وغيره وما زال الناس يتخذون الخواتيم سلفا وخلفا من غير نكير، وتحصل السنة بلبس الخاتم ولو مستعارا أو مستأجرا، ولو فقل للاتباع لبسه بالملك. نعم ثم يذكر يقول قال الزين العراقي لم ينقل كيف كانت صفة خاتمه الشريف، هل كان مربعا أو مثلثا أو مدورا، وعمل الناس في ذلك مختلف. فإذا كل جائز، لم يثبت كيفية خاصة، هذا مراد قوله. وفي كتاب أخلاق النبوة أنه لا يدري كيف هو قالوا والخاتم. ثم ما هو الخاتم؟ والخاتم حلقة ذات فص من غيرها، فإن لم يكن لها فص فهي فتخة. كقصبة بفاء ومثنات فوقية وخاء معجمة. نعم فإذا لو كان له فص هو خاتم، الفص يكون من غيرها يعني من غير جنس مادة الحلقة، هذا هو الخاتم. لو لم يكن لها فص فهي فتخة، فتخة يسمى بالفتخة. نعم نعم باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمة الله عليه ورحمنا معه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه وغير واحد عن عبد الله بن وهب رضي الله عنه عن يونس رضي الله عنه عن ابن شهاب رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا، كان فصه حبشي. نعم فص الخاتم. سيأتي في حديث آخر فصه في فصه منه، كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. فإذا بين الحديثين تعارض، لأجل ذلك بعض الشراح أول الحديثين بتعدد الخاتم، كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمين، خاتم فصه حبشي وخاتم فصه من الفضة. نعم هكذا. وبعض أول حديث فصه حبشيا، فصه حبشي هذا الحديث يعني ف
فصه مصنوع من حبشة، أو يعني فصه مستخرج من معدن حبشتي، إن كان فصه عقيقا أو يعني فزع جزع جزع، إما كان فصه عقيق أو جزع، هذا معدن الجزع والعقيق كلاهما بالحبشة، لذلك قيل قبح حبشيا. نعم هكذا أوله. إذن هذا الحديث فيه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، الورق والفضة. نعم. ثم في هذا الحديث من الفوائد ذكر بعضها ابن حجر الهيثمي رحمه الله في شرحه، وذلك قوله فيه حل اتخاذ الخاتم الفضة للرجال والنساء وهو إجماع، هذا حلال اتخاذ الخاتم الفضة للرجال والنساء هذا إجماع حله، بل يندب بشرط عدم الإسراف به بالنسبة لعرف اللابس وإن بلغ مثقالا. نعم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتما من ورق فاتخذوا مثله طرحه فطرحوا خواتيمهم، وهذا يدل على ندب الخواتيم. فأجاب البغوي رحمه الله بأنه إنما طرحه خوفا عليهم من التكبر والخيلاء، كلهم صنعوا يعني الصحابة كلهم صنعوا ساو خاتما، إذن ممكن يحدث لهم تكبر أو خيلاء، لذلك طرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرحه. ثم هو يقول ابن حجر رحمه الله يقول وأقول يحتمل أنهم بالغوا في الإسراف في قدره فأشار إليهم ليطرحوه، ثم رأيت بعضهم أجاب عنه بأنه وهم من الزهري راويه، وأن الذي لبسه يوما ثم ألقاه خاتم ذهب. وفي هذا الحديث السابق أن الخاتم كان من فضة، والصواب أنه ليس من فضة بل كان من ذهب، يعني ذاك كان يحرم الذهب على الرجال، قبل ذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، ثم حينما حرم الله تعالى الذهب على الرجال طرحه، فالصحابة أيضا طرحوا هذا الخاتم من ذهب، هكذا توجيه آخر لبس. ثم فصه، ما معنى الفص؟ وهو الذي ينقش به اسم صاحبه أو غيره، إما ينقش به اسم صاحب هذا الخاتم أو ينقش فيه أمر آخر، يعني كان عبارة نعم. قال ابن جماعة رحمه الله ونقش الخواتيم تارة يكون كتابة وتارة يكون غيرها، يعني غير الكتابة بل يكون يعني صورة غيره هكذا، فإن لم يكن كتابة بل لمجرد التحسين فهو مقصد مباح إذا لم يقارنه ما يحرمه ما يحرمه كنقش نحو صورة شخص هكذا، فإذا لو نقش نحو صورة شخص فهو حرام وإلا فلا بأس لأجل مجرد التحسين، وإن كان كتابة فتارة ينقش من الألفاظ الحكمية يكون فيه حكمة ما يفيد تذكر الموت، كما روي أن نقش خاتم عمر رضي الله عنه كفى بالموت واعلا، يا عمر هكذا كان، يعني نقش خاتم عمر كفى بالموت واعلا يا عمر، هذه يعني حكمة بالغة تذكر الموتى، وكذلك تارة ينقش اسم صاحبه لماذا للخاتم به كما هنا
وغير ذلك. فقد كان نقش خاتم علي رضي الله عنه الله الملك هكذا. وحذيفة نقش خاتم حذيفة رضي الله عنه بن الجراح الحمد لله. نقش خاتم أبي جعفر الباقر العزة لله. نقش خاتم إبراهيم النخعي الثقة بالله. نقش خاتم مسروق رضي الله عنه بسم الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم اتخذ آدم عليه السلام خاتما ونقش فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي نوادر الأصول أن نقش خاتم موسى عليه السلام لكل أجل كتاب. هكذا نقش خاتم موسى عليه السلام. وفي معجم الطبراني مرفوعا كان فص خاتم سليمان بن داود عليه السلام سماويا ألقي إليه من السماء. يعني فص خاتم سليمان عليه السلام ألقي من السماء إليه لذلك كان سماويا. فأخذه فوضعه في خاتم فكان نقشه أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي. نعم هكذا كان يعني نقش فص الخاتم مختلف. نعم ماذا كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي محمد رسول الله. وبه قال حدثنا قتيبة رضي الله عنه قال حدثنا أبو عوانة رضي الله عنه أن أبي بشير رضي الله عنه نافع رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. وهنا أيضا تأويل بتعدد الخاتم. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمين أحدهما لللبس دائما والآخر للختم به. أو هذا اللبس المنفي هو اللبس الدائم لا يلبسه يعني لا يلبسه دائما. فإذا كان عنده خاتم واحد هو يلبس مرة أحيانا لا يلبس دائما يختم به. هذا خلفية صياغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعه خاتمه ستأتي في حديث فيما بعد. نعم. ثم قال أبو عيسى رحمه الله أبو بشير يعني في هذا السند شيخ أبي عوانة الراوي النافع رضي الله عنه أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية رضي الله عنه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال أخبرنا حفص بن عمر بن عبيد رضي الله عنه هو التنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة رضي الله عنه حميد رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه يكون معناه كان فصه من فضة. وهذا يعارض ما سبق وكان فصه حبشيا لأن الجمع يعني بتعدد الخاتم أو يعني تأويل آخر كان موضع فصه من الفضة فصه منه. نعم. ثم ابن حجر رحمه الله قال ولكن الوجه الجمع بأن له خاتمين أحدهما فصه حبشي والآخر فصه منه وكان يلبس كلا في وقت على ما يأتي. هكذا تأويلات. ثم بعده حديث. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور رضي الله عنه قال حدثنا معاذ بن هشام رضي الله عنه قال حدثني أبي
عن قتادة رضي الله عنه أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. أنس بن مالك رضي الله عنه بين في هذا الحديث خلفية صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ماذا كان وأراد أن يكتب الكتب إلى ملوك العجم هذا بعد قفوله ورجوعه من الحديبية بعد رجوعه من الحديبية سكن الحال عندهم لأجل هذا العهد مع قريش في الحديبية استقر حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة كان لهم طمأنينة سكون عندئذ بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ملوك العجم إلى الإسلام وذلك كان بواسطة الرسائل إليهم فحينما أراد أن يكتب هذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة رسالة الدعوة إلى ملك حبشة يعني إلى النجاشي النجاشي هذا اللقب يعني ملك الحبشة فإذا قبل هذه الدعوة ملك ثم بعد وفاته جاء نجاشي آخر لم يثبت أنه قبل الإسلام ثم هذا كسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه بتمزيق ملكه ما قيصر ويحترم كتابه ولم يقبل الإسلام نعم هكذا فإذا عندما أراد أن يكتب قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه يعني هذا خاتم يعني عادة مالية في العجم وسنة قائمة في الإسلام فإذا هم يعني لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم من هو القائل كأني رأيت أن القائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم ثم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه بياضه في كفه هذا القول يدل على أن هذا الخاتم من الفضة نعم ثم لماذا لا يقبلون كتابا غير مخطوم إلا عليه خاتم معناه أي نقش خاتم وعدم قبولهم له لأنه إذا لم يختم تطرق إلى مضمونه الشك يكون في مضمونه شك فلا يعملون به هكذا ولأن ترك ختمه يشعر بترك تعليم المكتوب إليه الكاتب لا يعلم المكتوب إليه يدل عليه ترك الختم فإذا هو لا يقبل بخلاف ختمه فإن فيه تعليما لشأنه يعني شأنا تعليما لشأن المكتوب إليه هكذا ذكر إبراهيم الباجوري ذكر ابن حجر رحمه الله سبب عدم اعتماده لعدم الثقة بما فيه هذا الذي قال يتطرق إليه الشك أو أنه ترك منه شعار تعليمهم ترك منه شعار تعليمهم وهو الختم أو الشعار بأن ما يعرض عليهم ينبغي ألا يطلع عليه غيرهم وهذا الإشعار غير موجود نعم أن خاتم كتاب السلطان أو القضاة سنة متبعة هكذا قال أنس بن مالك رضي الله نعم
بعده حديث. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني أبي عن سمامة رضي الله عنه أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. إذن يقرأ محمد رسول الله سطر محمد رسول سطر ثاني. إذن محمد الرسول الله سطر ثالث محمد الرسول الله. ثم بعد ذلك كان يختم بهذا لكن كان الخط يعني مقلوب. لماذا؟ لو لم يكن مقلوبا لا يستوي بعد الختم. بعد الختم يستوي الخط والحرف. لو كان مقلوبا في الخاتم معكوسا في الخاتم هكذا كان المنقوش. ثم بالنسبة إلى كيفية هذه السطور قيل يعني محمد سطر أسفل ورسول سطر أوسط. قيل الله قيل أعلى هكذا يعني من الأسفل إلى الأعلى ليكون اسم الله أعلى واسم محمد يعني أسفل يقرأ من الأسفل إلى الأعلى محمد رسول الله. إذن كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بنقش اسمه في الأسفل تواضعا كذلك أمر بكتاب اسم الله تعالى اسم الجلالة في الستر الأعلى. لماذا؟ تعليما هكذا. هذا معنى جيد لكن لم يثبت هذا في الحديث وزعم أن هذا يخالف الوضع القرآني وهم لأن الوضع هنا يخالف الوضع ثم على تقدير إذاك في سطر واحد وهذا في سطور ثلاثة. نعم قال بعض المحققين من الحفاظ قول بعض الشيوخ كانت الجلالة على السطر ومحمد أسفلها لم أرى التصريح به في شيء من الأحاديث بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها يخالف ظاهرها ذلك. نعم ظاهر الرواية يخالف ذلك يعني يخالف قول بعض الشيوخ فإنه قال يعني في رواية الإسماعيلي هكذا إسماعيلي محمد سطر والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله. فإذن قوله الثاني والثالث هذا يأتي من الأعلى إلى الأسفل. نعم قال وهذا ظاهر رواية البخاري أيضا الموافقة لرواية المصنف المذكورة لكن لم تكن كتابته على الترتيب العادي فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأعرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستويا وخبر أنه كان نقشه لا إله إلا الله واهن. وفيه حل نقش الخاتم بسم الله واسم صاحبه هكذا. ثم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننقش في خواتيمنا محمد رسول الله يعني ما نقش رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاتمه نهى أن ينقش نفس النقش رجل آخر كما سيأتي في حديث النوع. فإذا هذا لم يثبت يعني في الحديث قال بعض المشايخ هكذا. ثم بالجملة فلا يصار إلى كلام الأسنوي من الذي قال هذا. ثم وفي تاريخ ابن كثير عن بعضهم أن كتابته كانت مستقيمة وكانت
تطلع كتابة مستقيمة. وقال اللسنبي في حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون اسم الله فوق الكل. وأيده ابن جماعة بأنه اللائق بكمال أدبه مع ربه. ووجهه ابن حجر بأن ضرورة الاحتياج إلى الختم توجب كون الحروف مقلوبة ليخرج الختم مستقيما مستويا. ورد ذلك نقلا وتأييدا وتوجيها. ثم أخيرا هو قال إبراهيم الباجوري: وبالجملة فلا يصار إلى كلام اللسنبي ومن تبعه إلا بتوقيف، ولم يثبت أن التوقيف غير ثابت بهذه المسألة، كما قاله أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الأسقلاني، هو أيضا نفى هذا الأمر. فهذا ابن حجر الثاني يعني الهيثمي هو أيضا هكذا ينفي. نعم، هذا يعني مشهور عند عامة الناس، قول اللسنبي كذلك قول ابن جماعة وبعض يعني الشيوخ. ثم وبه قال: حدثنا نصر بن علي الجهلمي رضي الله عنه أبو عمرو قال أنبأنا نوح بن قيس رضي الله عنه خالد بن قيس رضي الله عنه قتادة رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، إلى هؤلاء الثلاثة والنجاشي سبق لبطه ياؤه مخفف ويشدد إلى نجاشي. فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، يعني أمر بصياغة خاتم هكذا: حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله، يعني خاتم جزءان حلقة وفص هكذا. نعم. ثم وبه قال كسرى قيصر من هؤلاء؟ نعم، إلى كسرى، كسرى بكسر أوله وفتحه، كسرى كسرى لقب لكل من ملك الفرصة، وهو معرب خسرو بفتح الخاء وسكون السين وفتح الراء، خسرو خسرو. نعم، كسرى معرب خسرو. ثم ولما جاء كتابه صلى الله عليه وسلم إليه مزقه فدعا عليه ومزق ملكه. قالوا: وقيصر لقب لكل من ملك الروم، والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، كما أن فرعون لقب لكل من ملك القبطة، والعزيز لكل من ملك مصر، وتبع لكل من ملك حمير، وخاقان خاقان لكل من ملك الترك، هكذا ألقاب عنده. لذلك يعني هذا لقب واحد يطلق على جميع الملوك، لذلك يلتبس. نعم، يجب أن تمييزهم بأسمائه. ثم فقيل له أنهم لا يقبلون كتابا. نعم، هكذا. ثم حديث وبه قال: حدثنا إسحاق بن منصور رضي الله عنه قال أنبأنا سعيد بن عامر رضي الله عنه والحجاج بن منهال رضي الله عنه عن همام رضي الله عنه عن ابن جريج رضي الله عنه عن الزهري رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. لماذا؟ لأجل هذا النقش. هذا النقش يعني نقش اسم معلم، هذه يعني ثلاثة معلمة: اسم الجلالة، اسم نفسه، اسمه صلى الله عليه وسلم محمد، هذا أيضا معلم. نعم، لذلك كان ينزع خاتمه. ثم وبه قال: حدثنا إسحاق بن منصور رضي الله عنه قال: حدثنا
عبد الله بن نمير رضي الله عنه قال حدثنا عبيد بن عمير عمر رضي الله عنه عبيد الله بن عمر رضي الله عنه النافع رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورقين فكان في يده ثم كان في يد ابي بكر رضي الله عنه ويد عمر رضي الله عنه ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر اريس نقشه محمد رسول الله يعني هكذا فقد خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ابن حجر رحمه الله ذكر عن النجاشي أما النجاشي أسحمت فكتب له صلى الله عليه وسلم يطلب إسلامه فأجابه بأنه أسلم سنة 60 ومات سنة 90 أما النجاشي الذي ولي بعده وكتب له صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فلم يعرف له إسلام نعم والكتابة له أنه غير أسحمة نعم ثم وصح في مسلم عن قتادة رضي الله عنه وكتب لي أسحمة كتابا ثانيا ليزوجه أم حبيبته نعم هذا النجاشي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة ثم هذا الخاتم خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في يد أبي بكر وعمر ماذا كان يفعل به خاتم به هكذا قال بعض العلماء أبو بكر وعمر ثم عثمان أيضا كانوا يختمون بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بيد الخليفة لأنه يحتاج لمثل ما احتاج إليه صلى الله عليه وسلم كذا قيل وظاهره أن أبا بكر ومن بعده كانوا يختمون به وهو محتمل ويحتمل أنه كان عندهم تبركا ما كانوا لأجل الختم بل حفظوه لأجل التبرك به فأما خاتم كل فبخاتم فيه نقشه أبو بكر وعمر وعثمان كل كانوا يختمون بخاتم فيه نقش نفسه نقش أبي بكر هو يختم به خاتم عمر فيه نقش عمر هو يختم به هكذا كان ثم رأيت بالنساء ما يصرح بالأولي يعني هؤلاء كانوا يختمون به وعليه فقيل يستفاد من الحديث حل النقش بالخاتم بعد موت صاحبه إذ الالتباس حينئذ نعم هكذا قيل نعم فإذا هذا في النساء ما يصرح بالأول لأجل ذلك كيف لا يكون التباس لا يكون التباس لماذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي هذا أمر خبر شائع معلوم لكل أحد لذلك لو وجد خاتم بخاتمه يعلم أن من خاتم به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بل خليفته نعم هكذا الالتباس ثم وقع في خلافة عمر رضي الله عنه من غلامه معيقيب سيأتي أن هذا الخاتم وقع في بئر أريس من مولاه معيقيب هذا أين كان هذا مسجد يعني لا هذا بئر أريس هي بئر قريبة من مسجد قباء منسوب إلى رجل يهودي كما ذكر ثم
ذكر ابن حجر رحمه الله وكان سقوطهم مبدأ الفتنة والاختلاف وقد بالغ عثمان رضي الله عنه في التفتيش عليه بنزح البئر 3 أيام فلم يرى. هو بالغ في التفتيش عنه لإعادة ما فقد لكن لم يجد ونزعها يعني 3 أيام فلم يرى، إشارة إلى أن انضمام أمر الخلافة كان منوطا بذلك الخاطر، وبعد ذلك اليوم لم ينضم لا ينضم أمر الخلافة بل يختل، فإذا ينبغي أن يفقد. ومن ثم انحل الأمر بسياغه انحلالا بينا بضياعه، انحل الأمر بضياعه انحلالا بينا، ثم ظاهر السياق أنه وقع من يد عثمان، وصرح ما يدي أنه وقع من يد معيقب، ولا تنافي الاحتمال أنه لما دفعه إليه اشتغل بأخذه فسقط فنسب سقوطه لكل منهما. نعم. الله أكبر. هذا بئر قريبة من مسجد قباء نسب إلى رجل من اليهود اسمه أريس. ما معنى أريس؟ الفلاح بلغة أهل الشام. ثم وفي وقوعه إشارة إلى أن أمر الخلافة كان منوطا به، يعني ببركته كان أمر الخلافة منظلما، فإذا فقد هذا فقدت بركته اختل أمر الخلافة. نعم. فقد تواصلت الفتن وتفرقت الكلمة وحصل الهرج، ولذلك قال بعضهم كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم ما في خاتم سليمان عليه السلام من الأسرار، ليس ما فيه بل أزيد منه أفضل منه، ينبغي أن يكون أكثر منه، لأن خاتم سليمان عليه السلام لما فقد ذهب ملكه، وخاتمه صلى الله عليه وسلم لما فقد من عثمان انتقل عليه الأمر، وحصلت الفتن التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان. من شؤم فقدانه تواصلت الفتن، هذا لا ترتفع إلى آخر الزمان. الله أكبر. نعم. نقشه محمد رسول الله هكذا فقد خاتمه صلى الله عليه وسلم. ثم هل يجوز أن يتختم بخاتم حديد أو نحاس؟ نقل النووي رحمه الله في شرح المهذب عن صاحب اللبانة كراهة الخاتم المتخذ من حديد أو نحاس للخبر المذكور، وفي رواية ما هو الخبر المذكور؟ حديث صححه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال للابس الحديد ما لي أرى عليك حلية أهل النار، هكذا قال لرجل، لأجل ذلك يكره. ثم وفي رواية أنه رأى خاتما من صفر هذا نحاس فقال ما لي أجد منك رائحة الأصنام فطرحه، ثم جاء عليه خاتم من حديد هذا الرجل لبس حديدا فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ثم عن المتولي أنه لا يكره واختاره فيه وصححه في شرح مسلم لخبر صحيح في قصة الواهبة نفسها وطلب ولو خاتما من حديد، هكذا حديث صحيح رواه الإمام بخاري في النكاح، كذلك يعني في مسلم أيضا. فإذا هذا ليس بمكروه بل يجوز، لكن الأفضل يعني هذا
الفضة السنة والفضة. ثم باب آخر، باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقرأ فيما بعد وآخر دعوانا الحمد لله رب